السلام عليكم يا جماعة، النهاردة عاملين ايه؟ النهاردة بنعمل جولة سريعة على أنواع الإلكترونيات، الأجهزة الكهربائية في الويل مارت. زي ما انتوا شايفين النهاردة في تخفيضات. لو انت أول مرة تشوف القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. النهاردة ده تلفزيون سامسونج 65 بوصة ب 373 دولار. هو زي واحد اشتراه ورجعه تاني، بس برضه هو كويس في السعر ده، ما هتتليش ارخص من كده خالص. وده برضه تلفزيون سامسونج تيو 700 LCD، ده 75 بوصة بخاصية الفور كي، وهو سمارت تي في ب 928 دولار. وده نفس الطريقة سامسونج، ده سامسونج برضو 55 بوصة زي ما انت شايف كده، اوبن باكس يعني حد اشترى ورجعه تاني ب 298 دولار، يعني قوم 300 دولار. ده من ارخص التلفزيونات اللي هتشوفها. اسا سامسونج الموديل بتاعه 55 بوصة تي يو 7000، وفي كل الخاصيات اللي انت عايزها. في 2 اتش دي بارت اللي هو توصل ال اتش دي ام اي 2 زي ما انت شايف. وده برضو تلفزيون ال جي 55 بوصة، ده برضو صار حد اشتراه ورجعه تاني. ال جي ده اللي هو 55 يو ان 69، ده تمن زي ما انتوا شايفين وكده ب 240 دولار، يعني ما فيش ارخص من كده تلفزيون اللي زي. وجاي معاه خاصية اللي هو الاي بي تي في شانل، وجاي معاه نتفليكس وديزني بلاس مثلاً وهلولو واليوتيوب. ده كل دوني موجود في ال جي سمارت تي في. وهنا برضو عندك ال جي ان يو 6950، ده خاصية الفور كي، ده 75 بوصة ب 848، يعني نقول 850 دولار. وهم عاملين هنا حاجة كمان، يعني ممكن تعمل خاصية هنا جديدة، ان انت ممكن تفتح حساب مع الويل مارت وتعمل بيمنت او تقسيط كل شهر 78 دولار، يعني 78 دولار. وده تلفزيون ال جي 65 بوصة زي ما انت شايف كده، 65 بوصة ب 528، يعني مفيش احسن من كده. احنا لسه ما زلنا في ال جي. وده نفس، هنروح على فويس، ده 65 بوصة اللي فوق ده ب 528، وده 75 بوصة في خاصية الفور كي. وده فويس اللي هو الفور كي طبعا، واليو اتش دي سمارت، ده ب 789، ده برضو سعر كويس جدا، مش هتلاقي ارخص من كده حاجة خالص. ودي يعني ماركة او ان اون، ما اعرفش دي موجودة في الوطن العربي ولا لا. التلفزيون ده خاصيته ان هو 4K وسمارت تي في 55 بوصة، وجاي معاه نفس الطريقة. ممكن الساتلايت موجود في فري يعني ببلاش، وفي نتفليكس وبوك والروك تي في اللي هو والاتش بي ماكس والتي في ولايف شانل زي ما انتم شايفين ده كده. وعندنا واحد تاني او ان ان، دا
ده او ان ان نفس الخاصية 55 بوصة، ده نفس المميزات اللي فيه زي ما انتوا شايفين كده، وده او ان ان ده 75 بوصة، التلفزيون ده 75 بوصة خاصية الفور كي، وفي حاجة اسمها تي في روك، ده تتفرج على التلفزيون ببلاش ما تحتاجش اي كيبل او ديجيتال وورك، وده برضو او ان ان 65 بوصة زي ما انتوا شايفين اللي فوق ده 65 بوصة، هنا سعره يعني نقول 450 دولار، وممكن تعمل تقسيط كل شهر تدفع 40 دولار. هل ماركات التلفزيونات دي موجودة في الوطن العربي ولا لا؟ معرفش، هنعمل نشوف لو موجودة قولوا لنا الماركات دي يعني، وناخد ماركة تانية زي ما انتم شايفين ماركة تي اس او، ده ماركة تي سي او 75 بوصة 670 دولار 698، ده 75 بوصة في بخاصية الفور كي زي ما انت شايف، دي الخاصيات اللي فيه، وده التلفزيون 40 بوصة زي ما انت شايفين كده، وده برضو منه 43 انش 43 بوصة ب 250 دولار التلفزيون ده. ده الميزات اللي ده البوكس بتاعه دواني زي ما انت شايف كده، برضو كلهم سمارت 40 بوصة ب 224 دولار زي ما انت شايفين كده، نفس التلفزيون هو ماركة تانية موجودة اسمها تي سي ال بخاصية الفور كي برضو، ودي الشاشة بتاعته هو زي ما انتم شايفين كده، ده 50 بوصة بنتين 98 يعني دولار 98 دولار، ده 4 كي و اتش دي ام اي، ده 2 ده سامسونج تيو 7000 50 بوصة، ده 50 بوصة سامسونج، ده 438 دولار 438، ده 50 بوصة ب 438 دولار، ممكن تدفع في الشهر 40 دولار. وده 40 بوصة ب 360 دولار 358 يعني 58 دولار 358 دولار. وده تلفزيون او ان او ان ان 138 دولار، اثنين وثلاثين بوصة التلفزيون ده، وده اثنين وثلاثين بوصة 159 يعني 160 دولار زي ما انت شايف كده، ده 160 دولار، وده نفس الطريقة فيليبس ده 148 دولار، ده 32 بوصة زي ما انت شايف كده، ده تلفزيون فيليبس 148 دولار، كان ب 170 دولار يعني 168 ونزل على تخفيض وبقى 148 دولار، ونفس التلفزيون دواني 32 بوصة حزب 169 يعني 196 دولار، ممكن تدفع شهر 15 دولار لو انت حابب تعمل كريدت
عن الويلمارت التلفزيون ده أصغر بعد ده الأصعب بعد الكريسماس. وفي معاه أب نتفليكس وسبين وهولولو اتش بي. نروح لتلفزيون تاني فويس 32 بوصة $167 زي ما انتوا شايفين كده. ده التلفزيون. وده نروح هنا برضو ال جي 32 بوصة دواني $193. ده التلفزيون زي ما انتوا شايفين $193. حاجة ما فيش بعد كده حاجة. ماشي كده زي ما احنا شايفين دي التلفزيونات. ودي يعني حمالات لتعليق التلفزيون. دي الحمالات بتاعة تعليق التلفزيون. ده $60 الحمالة دي يعني زي ما انتوا شايفين كده. وده زي ما انتوا شايفين دي الجيمات. ده جيم وده سيدي نفس التلفزيون دواني زي ما انت شايف 75 بوصة $848 التلفزيون ده زي ما انت شايف ده. يعني بقول لك ارخص ما فيش بعد كده سعر زي ما انت شايف. وده تي سي او $229 وده تي سي ال 65 بوصة وده سامسونج تلفزيون سنة $928. هو الموديل بتاعه تي يو 7000. وده فويس $528 65 بوصة. ده برضو فويس 65 بوصة $528. ده 70 بوصة. ده التلفزيون ده 70 بوصة فايز زي ما انت شايف كده. ده 70 $648 ده تلفزيون 70 بوصة تي سي ال 70 بوصة. هنا الخصوات بتاعته 4K 489 يعني قمت $500. ده التلفزيون الـ ONN 70 بوصة زي ما انت شايف كده. ده 70 بوصة وده التمن بتاعه $584. وده تلفزيون تي سي ال 65 بوصة $489. وده نفس الطريقة. ده 75 بوصة نفس الموديل تي سي ال 75 بوصة زي ما انت شايف $689 لو برايس. وده 42 بوصة $218 زي ما انت شايف كده. ناخدكم جولة تانية على الكمبيوتر. ده كمبيوترات اتش بي. ده اتش بي دواني. ده اتش بي كروم. ده
296 ده سامسونج 13199 وده ايرس 216 وده سامسونج 299 ده اتش بي 14 انش 696 دولار وده ايرث الموديل بتاعه 311 238 دولار ده 229 دولار ده اتش بي 5.9 وده أرز 596 يبقى 595 وده يا سيدي ده اتش بي برضو ده 539 ده اتش بي برضو ب 199 ده برضو اتش بي وده اتش بي ده زي ما انت شايف ب 329 دولار اتش بي ده اتش بي 329 وده اتش بي 429 زي ما انت شايف كده وده اتش بي 399 هندخل على الايباد برو دي زي ما انت شايف كده الايباد برو دي الايباد برو 12 انش بتبدا ب 1000 دولار وده ايباد برو اير تبدا ب 539 وده ايباد العادي زي ما انتم شايفين ودي كانت جولتنا النهاردة على الأجهزة الكهربائية في الوالمارت ودي الساعات السمارت دي ساعات السمارت ده 1319 وده 1150 ده 899 زي ما انتم شايفين ده كده ده 659 ده 659 يعني 659 دولار ده ديسك توب 396 وده برضو ديسك توب ب 429 دولار زي ما انتم شايفين كده وده زي ما انتم شايفين ده كده وده زي ما انتم شايفين ده سماعات
في سماعات زي ما انتم شايفينها كده. اوكي، ودي كانت اخر جولتنا النهارده في الوول مارت. بنعرفكم الاجهزه الالكترونيه اسعارها ايه، ودي كانت اخر جوله لنا بعد ما عملنا جولة سريعة على أنواع التلفزيونات والكمبيوترات، وده زي ما أنتوا شايفين. وأتمنى يكون الفيديو يعجبكم. لو أنت أول مرة تدخل على القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد في القناة. أتمنى يكون الفيديو يعجبكم يعني.